مشاهدي ومتتبعي موقع اميغو 24 مرحبا بكم. اليوم انتقلنا لمدينة بروكلين نواحي مدينة نيويورك لملاقاة السيد حسن وهو جزار مغربي قاطن بهذه المدينة منذ 15 سنة. إذن أجوا معنا تشوفوا كيفاش كيعيش حسن وشنو هي الكلمة ديالو والنصائح ديالو للمغاربة اللي كيبغوا يجوا الميريكان واللي عايشين هنا. إذن فرجة طيبة. مشاهدي ومتتبعي موقع اميغو 24 مرحبا بكم معنا مجددا وهذه المرة من مدينة نيويورك. كنحلوا فيها ضيوفا على السي حسن وهو جزار من أصل مغربي كيشتغل في مدينة بروكلين غير بعيد عن مدينة نيويورك. إذا السي حسن مرحبا بك. مرحبا بك خويا. الله يعطيك. إذا السي حسن من أين مدينة أنت يعني؟ أنا من مدينة أكادير. من أكادير من تشيرة أكادير. مدينة الدشيرة. نعم. وسي حسن شحال من عام هادي وانت في مدينة نيويورك؟ أنا هادي تقريبا 14-15 سنة وأنا عايش هنا في نيويورك. 14 سنة. وزعما كيفاش جاتك الفكرة أنك تجي لهاد الدولة هادي حيت بعيدة على المغرب وما مشيتش لأوروبا كما كي يعني كما كيديروا بقية المغاربة؟ والله أنا المجيء ديالي لهنايا ما كانش كاع دار في بالي كاع نهائيا نجي لنيويورك، غير واحد كان واحد صاحبي يعني جاب لي هذيك دوك الوراق نتاع القرعه قال لي يا عمر ما تعمر يا ودي خليني ما قال لا ودي غير تكل على الله وصافي وعمر ديك القرعه وتكلت على الله وخرجت وحنا دابا عايشين هنا. نعم. ويعني قبل ما تجي هنا في المغرب واش كنت كتشتغل في الجزاره يعني؟ لا ما كنتش انا اصلا جزار في المغرب، كنت انا كندير المهنه ديال طنجر. طنجر. كنت نجار في المغرب تقريبا يعني. يعني طنجرت وتكزات بحال نفسها. يعني كيفاش السي حسن تقولنا كيفاش كتجيك الحياه هنا في امريكا خصوصا انها بعيده بزاف على الموطن الاصلي ديالنا اللي هو المغرب؟ والله شنو نقول لك خويا، الحياه هنا ولدات كتصعب شويه ماشي بحال الاول ملي كنا جينا في الاول، كانت الحياه هنا مزيانه ودابا قاصحه شي شويه يعني مع الظروف هذه اللي حصلت من قبل و يعني. نعم. الحياه قاصحه شي شويه هنا يعني والغلا وغادي يعني كتغلى غادي الحياه كتغلى نعم ماشي بحال الاول. نعم يعني كما قلت لي يعني غاليه من ناحيه الكراء ولا ديال المصروف ولا الاكل ولا الاطفال، لان يعني يمكن عندك الاطفال واقيلا هنايا. لا الاطفال مازال ما مزوج باقي الله ان شاء الله احنا كنا حنا ناويين ان شاء الله هذا العام ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله. ويعني ما كتفكرش مثلا انك كتقول راني تسرعت مثلا ولا ما اختاريتش الدوله اللي كتناسبني يعني؟ فعلا هذه الفكره ديما كتجي لي في بالي، كنقول شنو كاع جابني لهنا اصلا. كنت عايش في المغرب يعني الحمد لله يعني ما معيشه يعني متوسطه، ولكن الحمد لله يعني بعد النوبات كنكون ندمت علاش كاع جيت لهنا. ياك يا اكيد. نعم. بالنسبه لي يعني اللحوم الحلال يعني كما الجوله ديالنا في المدينه ما لقيتش يعني المجازر يعني بشكل كبير كما كاين في اوروبا، يعني عدد قليل. يعني واش كاين مثلا الكميه يعني كتكفي مثلا جميع المسلمين اللي كاين هنا؟ واش ما كاينش صعوبات واش انكم تشريوا هذا اللحم هذا وتوفروه للزبائن ديالكم؟ بالنسبه للمحلات كاينين المحلات موجودين هنا ديال الحلال، لكن مثلا بحال اسطوريا بحال البيريج بحال يعني كاينين محلات عامرين تما ديال المسلمين والحمد لله يعني الكميه كما قلتي ديال سميتو شنو غنقول لك عطى الله الخير. غير اللي بغى الحال راه كاين عطى الله الخير، اللي بغى حاجه اخرى راه ان شاء الله. يعني كيفاش من غير المغاربه يعني
كيفاش كتلاقاو مع الجاليات المسلمه، الجاليات الامازيغيه، الجاليات العربيه هنا؟ واش كاين واحد يعني واش كاين واحد اللي كتجتمعوا بيناتكم مثلا من غير اوقات العمل يعني؟ كاينين الجاليات هنا، جاليات مغربيه والامازيغيه كما قلتي، غير يعني بعد هذه البلاصه هذه بعدا نقول لك راه كيقولوا لها القنصليه المغربيه، لان علاش كيتجمعوا الدراري هنا عندي هنايا الشلوح والعرب والامريكان حتى هما كيجيو هنا يعني يعطي الله الخير يعني ماشي. اذا على ديك الامريكان يعني كيفاش كيشوفوا المغاربه وكيفاش كيشوفوا المغرب يعني من خلال يعني التعامل ديالكم معاهم لا في مكان العمل ولا على برا، يعني كيفاش النظره ديالهم للمغرب بصفه عامه؟ لا الامريكيين زعما وحتى ماشي غير من غير الامريكيين، عم كيجي شي واحد كيسولني مثلا كيقول له انت منين، كنقول له انا مغربي، كيفرح يعني عندهم المغرب حاجه اخرى احسن من بلايص اخرين يعني، فيهم اللي زاروا المغرب كيشكروا لي المغرب كيقولوا له عندكم واحد البلاد يعني ما كتعوضش في شي بلاد اخرى، يعني المغرب عندهم يعني حاجه كبيره يعني يسمعوا المغرب ان شاء الله. اذا السي حسن كلمه اخيره يمكن توجهها للمتتبعين والزوار ديال موقع اميغو 24، يعني شنو تنصح المغاربه اللي كيفكروا انهم يجوا هنا لميريكان واللي كيعيشوا هنايا في ميريكان؟ كنصح المغاربه اللي بغاو يجيو لهنا مثلا، اللي عنده ما يدار في المغرب وعنده دخل في المغرب كنصحو يعني ما يجيش يعني بصراحه يعني بصراحه ما يجيش كاع لهنا يعني، واللي كان جالس غير في المغرب ما كيدير ولا ما عنده ما يدار هذاك نقول لي ماشي مشكلة جانا. نعم. وكنشكركم وكنشكر الموقع ديالكم وشكرا على الزيارة ديالكم ومرحبا بكم مرة أخرى، واللي بغى يجي حتى هو مرحبا به عندنا هنايا إن شاء الله. نيجي عند حسن هوني على السوبر ماركت لأنهم عندهم أطيب لحم واحسن لحم وانظف لحم وكل شيء حلال، وانا بيعجبني هذا المحل هون لانه الناس الطيبه بيجي لعند الله. الرحيم معك ابراهيم عبد الحافظ العيسي من اليمن. أخ حسن ما شاء الله جزار محترف، جزار نظيف، وعنده زبائنه الطيبين من المغاربه والعرب والمسلمين ويحترموا، وزبائننا ما شاء الله مغاربه كثير، ناس طيبين وناس محترمين زوينين.